السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تسليط الضوء، وإن شاء الله كل حلقة هنسلط الضوء على حاجة معينة ولكن بكل مصداقية. والنهاردة هنسلط الضوء على حالة من الأسكندرية اسمها نجاح محمد عبد العزيز. تعاني من مشكلة غلاء أو زيادة الإيجار. هنتواصل معاها وهنشوف فيديو، ولكن ارحب الاول معايا بضيوفي في الاستوديو. الاستاذ حسين الاسيوطي، عضو لجنه دعم الجيش والشرطه في المنظمه المصريه الدوليه لحقوق الانسان والتنميه. اهلا بك استاذ حسين. وبرحب كمان بضيفي محمود عبد المجيد. ازيك يا محمود؟ منورني في الاستوديو. ان شاء الله النهارده الفقره الاولى هنتكلم عن غلاء الاسعار للايجار، ولكن خلينا نطلع الأول نشوف الفيديو ده ونشوف نجاح محمد عبد العزيز بتستغيث وإيه مشكلتها في الأسكندرية. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض وبعد الفيديو نتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نجاح محمد عبد العزيز، سن 38 سنة، متجوزة وعندي بنت صغيرة عندها 4 سنين. أنا عايزة صوتي يوصل لست الرئيس، أو صوتي يوصل للمسؤولين وست الرئيس وأي حد يقدر إن هو يساعدني في أي حاجة. أنا من وقت ما اتجوزت بقالي 4 سنين وأنا عمالة بنقل من شقة لشقة. أنا بنقلت بتاع 15 مرة. أنا عفش كله اتكسر، ما عنديش عفش ولا عندي شقة أقعد فيها، وصاحب البيت عايز يطردني من البيت، وانا مش عارفه مينفعش ان انا اقعد انا وبنتي في الشارع وانا في الحاله اللي انا فيها دي. انا بنزل عندي الاعاقه، ونسبه الاعاقه بتاعتي 70% او اكتر من 70%، وافعال الخير بيجوا ياخدوني على اساس ان انا امشي في موضوع المعاش او امشي في موضوع الشقه او اعمل اي حاجه ليا تساعدني، ما بتمشيش خالص، واقفه كل حاجه واقفه. انا الكرسي اللي انا قاعده عليه ده والله العظيم اقسم بالله مكسور، ما بقدرش ان انا اتحرك بيه، وما عنديش بطاقة تأمين. العيش بنشتريه من بره والله العظيم، لو وجد فلوس بنشتري، لو ما وجدش والله العظيم ما بلاقينا. وما عنديش معاش وما عنديش اي حاجة خالص ان انا عايش عليها. وجوزي كبير في السن، عنده 65 سنة، يوم شغال وعشرة قاعد، ومريض، عنده مرض، عنده حساسية، مريض حساسية على صدره. الفيديو اللي شفناه دلوقتي لمواطنة عايشة في اسكندرية، تحديدا في منطقة الهانوفيل في العجمي، بتستغيث بان هي زي ما شفنا في الفيديو قد ايه هي تعبانة وقد ايه حالتها الصحية مؤسفة وقد ايه هي محتاجة للرحمة من صاحب الملك. وللمصداقية اكتر، وعشان عودتكم دايما على المصداقية في برنامجي، انا مش هكتفي بالفيديو، انا كمان معايا نجاح محمد عبد العزيز على الهوى، هتكلمني دلوقتي وهتشرح لنا ايه الموضوع. اهلا بيكي يا نجاح، اتفضلي. اهلا بحضرتك نجاح، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، انت معايا على الهوا دلوقتي. انا عرضت الفيديو للمشاهدين واتمنى صوتك يوصل ان شاء الله، لكن عايزة اعرف اكتر، انت بقالك قد ايه في موضوع المشكلة بتاعت الايجارات والتنقلات اللي انت فيها؟ أنا بقالي 5 سنين في موضوع الإيجار والموضوع اللي أنا فيه ده. 5 سنين؟ 5 سنين إن أنا بنقل من شقة لشقة. أنا من وقت ما اتجوزت وأنا في الموضوع ده. عندك أولاد قد إيه؟ ما عنديش إلا هي ساندي، عمرها 4 سنين. ربنا يخليها لك يا رب. أنت مشكلتك مع صاحب الملك إن هو مش عايز يقلل الإيجار، ولا أنت عايزة إيه بالظبط؟ يعني اشرحي لي واشرحي للمشاهدين عايزة إيه؟ هقول لحضرتك، انا جوزي مسن كبير في السن، عنده 60 سنة، تمام. ما بيقدرش يشتغل على اساس ان هو تعبان اصلا، عنده حساسية صدر، تمام، وعلى طول عنده الازمة. فطبعا مفيش دخل ليا ولا ليه على اساس ان برضه ان انا ادفع الايجار او الدنيا دي، تمام، مفيش اي مصدر رزق. يعني من شهر مكسور عليا، عشان كده هو عايز يخرجني من البيت. يعني طيب ما حاولتيش ان انت تتواصلي معاه او تقولي له ان ظروفك صعبه وان يحاول يستنى عليكي شويه؟ هو شايف الحاله،
وهو عارف ان جوزي تعبان وعلى طول بيروح ياخد الجلسات وكده، وعارف اللي احنا فيه، يعني انت بس يا هو نجاح مهددة بالطرد، انت واسرتك، ايوه بنتك وجوزك تمام، المسن، انا وبنتي وجوزي. وبتستغيثي. طيب قولي، وجهي رسالتك، عايزة تقولي ايه؟ انا بستغيث ونفسي بس صوتي يوصل لسيادة الرئيس، مش اكتر من كده، والمسؤولين. ان شاء الله صوتك يوصل باذن الله، وارجو ارجو لو صاحب العقار او صاحب الملك والشقه لو هو سمعنا او شايفنا، ارجو الرحمه، ارجو الرحمه، ارجو الرحمه بالناس. اذا كان سيده عندها اعاقه او تعب ورجل مسن وطفله، فارجو الرحمه لمن يقدر على الرحمه. بشكرك يا نجاح على تواصلك معايا، وبشكرك لمداخلتك، وإن شاء الله بإذن الله صوتك يوصل، وإن شاء الله توصلي الحل. شكرا جدا ليكي. طيب دي كانت حالة نجاح محمد عبد العزيز من الأسكندرية من العجمي هانوفيل، وأرجو إن صوتها يوصل، أرجو إن صوتها يوصل. نرجع على ضيوفي في الاستوديو، الأستاذ حسين الأسيوطي ومحمود عبد المجيد. أهلا بيك يا أستاذ حسين، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. نتكلم بقى عن تسليط الضوء النهارده، هنتسلط الضوء على ايه بالظبط؟ صاحب الملك، صاحب الملك برضه، صاحب الملك اللي ما عندوش اي رحمه، ما عندوش اي شفقه، ما عندوش اي ريح الدين خالص، حرام يرحم، حرام. عنده اهم حاجه عنده الايجار ماده، ما يرحمش اي حد خالص. طيب خلينا نتكلم بوضوح اكتر، ايه المشكله اللي موجوده حاليا في بيرو ام سلطان من ايجارات؟ الايجار عالي، ايجار الشقه من 1000 جنيه ل 1000 ونص. ده كده بالنسبه لمستوى المعيشه هنا، طبعا 1000 ونص دي عشان بس يكون عندنا مصداقيه في الكلام، 1000 ونص دي في اماكن معينه بتبقى للناس كويسه جدا، لكن في اماكن تانية ممكن تبقى غاليه جدا جدا على الناس، لان احنا فئات مقدره، حسب المقدره الماديه وحسب التعايش ومصدر الرزق. ف1000 و1000 ونص دي كبيره او تقيله عندكم كمواطنين جوه بير ام سلطان، ده صح كده؟ وصاله ب 1000 جنيه، ثلاثه وصاله ب 1000 ونص. انا اقضي 3000 جنيه، سام ادفع ايجار 1000 ونص، عايش انا وعيالي ازاي؟ صاحب الملك بياخد نص اودي، بياخد نص رزقي بالظبط، يعني انا اقف في شغل 12 ساعه شغال، وصاحب الملك نايم في بيته ياخد مني كل يوم 50 جنيه، ليه؟ طيب هو كان الاول الايجارات اقل من كده، وبعد كده زادت فجأة مرة واحدة، مرة واحدة، وقانون المفتوح بينتهي وكله بقى مدة. ما هو فكرة القانون الجديد اللي نازل اللي هو بيبقى مدته سنة اتنين تلاتة، احنا يعني عندنا اللعبة ان هم بيطلعوا المفتوح بيشتروه بأي تمن، يعني بيكسروا الناس، بيخرجوهم عشان يجي بعد كده قانون المدة. ده صاحب الملك. انت شاب مواطن في بير ام سلطان برضو يا محمود، صح كده؟ ايوه. ايه موضوع برضو الايجارات؟ يعني شاركني في الحوار، ايه بقى الموضوع الإجارات برضو؟ الايجارات عندنا حضرتك غاليه جدا، يعني انا شاب اهو كده، فانا حضرتك دلوقتي الايجارات كلها بقت مثلا ايه، الشقق كلها عقد مؤقت، يعني مش بالسهل انت تلاقي عقد مفتوح حتى. عقد مؤقت يعني يعني وضحت. سنه 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 ما بيزيدش عن سنه؟ لا سنه سنه سنتين كبيره قوي. بيعمل بس ايه بقى؟ يعني ايه الشروط اللي بيحطها يكتفكوا بيها كمستأجر؟ يعني هتدفع مثلا مقدم 5000 جنيه في الشهر، هتدفع 1200 و1300 جنيه في الدور الخامس وفي الدور السادس والدور السابع. هو هل ده اتغير فجأة ولا ده كان يعني على حسب ما هو ماشي طبقا للتغيير الدنيا اللي بتحصل؟ هو دون جه بقى يعني مش فجأة، هو واحدة واحدة بس برضه ظهر ان هو ايه يعني ورا بعض على طول. ان هو مثلا ايه، من ساعه لما مثلا صحابات العماره وصحابات الملك ده بنى وده بنى وده بنى، بقوا هم اصلا واخدين المنطقه عندنا، المنطقه عندنا بقت معروفه بتاعت مين. تمام، يعني تقصد تقول ان اصحاب الملك زودوا في الايجارات وعلوا في الايجارات فجأة مع زياده البنى. عندنا كان الشقه تاخديها حضرتك في الشهر ب 400 جنيه ب 450 جنيه، دلوقتي ده كان في الاول لحد جنيه. امتى؟ لغايه مثلا من 3 سنين، سنتين ونص، فجأة الإيجارات عالية. النهارده بقت الشقة من 400 جنيه في الشهر بقى 1000 ونص و1400 جنيه، يعني الشقة زادت 1000 جنيه. طيب يا أستاذ حسين، ليه ما تناقشتوش مع التجار دي وحاولتوا إن أنتوا تفهموهم يا جماعة ده مش في مقدرتنا إحنا كسكان، إحنا في منطقة يعني حالتها المادية والدخل بتاعها
كمستويات اسريه وماديه وظروف بيئيه اصلا على القد، فازاي انتوا بتعلوا كده؟ ما حاولتوش تتناقشوا معاهم بهدوء؟ في غيرك بياخد، في ناس جايه من غيرنا من بره المنطقه تيجي تسكن وبتاخد ال1000 ونص وال1000 جنيه وال1200، انا ابن المنطقه مش قادر. يعني انت حاولت فعلا ان انت تعمل مناقشه معاهم ان انت مش في مقدرتك ده، فحاولوا تقللوا علشان نقدر نعيش. لا لا. طب والحل ايه بيبقى في الاخر يعني لما مش هتقدروا وبعدين؟ انت عاجبك عاجبك، مش عاجبك ما تقعدش. يعني عاجبك خد، مش عاجبك ما تقعدش. انتوا اصلا سكان اصليين من بدايه بير ام سلطان صح؟ فانتوا من البدايه خالص عارفين، وعارفين ايه الدنيا كانت ماشيه على سيستم ايه والدنيا ماشيه ازاي، وفجاه الدنيا غليت. وفجاه في 3 سنين ظهروا عندنا ناس احنا ما نعرفهاش، بقوا صحابات عماير، هدوا البيوت القديمه وبنوها. تجار خارجيه اشتروا البيوت القديمه وبنوها. الايجار كذا، عاجبك عاجبك مش عاجبك امشي. اقصى مده سنه. ما بتلحقش يا عيني العروسه تطلع عفشها وبينزل متدغدغ، اي حد ما بيرحموش. ما بيرحموش عاجز، ما بيرحموش كفيف، ما بيرحموش مسن، ما بيرحموش اي حد. يعني معنى كده ان مشكله غلاء الايجارات دي مشكله بقى يعني معانا من الاسكندريه أي مشكلة، وهنا في منطقة بير أم سلطان. يعني معنى كده الموضوع غلاء الإيجارات على المستأجرين زاد قوي بنسب واضح النهاية، يعني بيقول من 400 جنيه لألف ونص، فمعنى كده أن الموضوع زاد زيادة عن اللزوم. طيب إيه الحل بالنسبة للناس المتوسطين الدخل؟ طب وإيه الحل للناس المنعدمين الدخل؟ وإيه الحل للناس اللي ملهاش مصدر رزق أصلا؟ دي نقطة مهمة جدا. طيب نرجع تاني لنقطة بير أم سلطان. أول مشكلة اللي هو الإيجارات اللي زادت، ما وصلتش لأي حل من الحلول الودية بكل احترام وتفاهم مع كل الناس اللي بانية؟ يعني حاولت تتكلم معاهم كلهم وكله رفض وكله على نفسه؟ أنا معايا أكبر مشكلة في بير أم سلطان، أنا معايا مشكلة معايا ومع ناس كتير، صحباتي الملك في إيجار محل وفي إيجار شقتي، بسبب إن إيجار المحل عايزين يخلوه 12,000. ايجار شقه 1000 ونص انا رفضت، ولحد النهارده رافض مش هقبل الايجار. طيب. ده احنا معانا برضو مداخله تليفونيه من ام احمد، من مواطنه من بير ام سلطان. اهلا بيكي يا ام احمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، ربنا يخليكي، نورتينا في برنامج تسليط الضوء. اتفضلي حضرتك، مواطنه من بير ام سلطان. ايوه حضرتك، احنا من زمان في البير، بقالنا يجي 30 سنه يعني مش من دلوقتي. تمام، يعني من السكان الاصليين، عشتوا سنين العمر هناك. عمرنا كله هنا طبعا. طيب احكي لي يا ام احمد، ايه المشكله اللي حصلت بتاعه زياده الايجارات الفجاه الكبيره دي، وهل هي فعلا حصلت فجاه ولا ايه؟ فعلا غلي فجاه، يعني الاول كان مهاود وكان كويس، دلوقتي بقى الايجار عالي جدا بصراحه. وانا طبعا معايا شباب طبعا وعايزه برضك اجوزهم، فمش يعني مش عارفه اجيب شقه، الشقه غاليه جدا. بتريحي دماغك بقى وتاخدي تمليك ترتاحي من الايجار، ما هو هتعملي ايه؟ التمليك اكيد برضو زايد ولا التمليك اقل طبعا ولا جدا إيه؟ ب 150 وب 200 دلوقتي. طب يا ام احمد، عشان الناس يعني نوضح للمشاهدين، هل ال 150 دي بالنسبه لكم انتوا في بير ام سلطان داخل بير ام سلطان غاليه جدا عليكم؟ طبعا غاليه، لان في معايا وفي محوش طبعا. والايجارات؟ لا الايجارات غاليه جدا طبعا، يعني بقت الطاقه 2 و3 دلوقتي. طيب يا ام احمد، لما يعني ما حاولتوش تتواصلوا مع حد من اللي هم اصحاب العماير اللي هناك دي وتقولوا لهم ليه بتغلوا الاسعار، هدوا الامور علينا شويه، ساعدونا في ان الدنيا طبعًا تمشي؟ لا طبعا، بيقول لك اللي معاه ياخد، اللي محوش ما يلزموش، يعني اللي محوش خلاص هنعمل له ايه؟ كله نفس، فما حدش بيبص لحد بصراحه. ما حدش بيبص. وانا بصراحه لحد. نفسي ان هم يستفلتوا لنا بس السوق، لان بصراحه انا بتاذى جدا وانا نادله في السوق. دي مشكله الترصيف الشارع؟ لا انا مش مهم عندي توسيع الشارع، انا اهم حاجه ان السوق يستفلت بس. يعني انت ايه المشاكل اللي بتواجهيها في بير ام سلطان يا ام احمد؟ لا انا بالنسبه لي بصراحه لا، ما فيش الا ان هم بس يستفلتوا الشارع، ومثلا لما اخد الزباله بس كده. تمام، احنا معانا، بشكرك يا ام احمد، شكرا لاتصالك، شكرا بيك، شكرا ليك حبيبتي. معانا دلوقتي فيديو. دي الكلحه. ايه دي الكلحه؟ المدخل الكلحه اللي عندنا يدخل على البيت، اللي هو داخل ما يدخل، يدخلك على بير ام سلطان.
اشرح لي كده، انا شايفه زباله يمين زبالة وشمال ومجاري صرف الصحي مالي الشارع، وهتشوفي كل حاجه دلوقتي. انا عايزه اعرف لما الدنيا بتشتي عندكم والدنيا تتغرق بتعملوا ايه في الشوارع؟ الموضوع يختلف طبعا، الموضوع خالص الموضوع يختلف. ايه اللي بيحصل؟ ادي يعني بصي هنا اهو الميه اهي. دي هنا ما كانش فيه نطر ولا حاجه، دي كده المجاري، ده كده المجاري الصرف الصحي. تمام. ودي عماير مبنيه اسمها عماير الكلحه. احكي لي، قول لي يعني، اشرح لي الفيديو، لان ده يعني دي منطقه الكلحه. ودي الزباله يعني اللي موجوده في كل مكان. مكنه موجوده النهارده بقى لها 25 سنه. يعني ايه؟ المكن ده قديم خلاص، يعني سور الصرف الصحي يخش عندنا، مفيش صرف صحي في الكلحه. مفيش صرف صحي خالص، هي الدنيا كلها عندنا متدمره. ده داخل بيرم سلطان. داخل بيرم سلطان. دي منطقه اسمها الكلحه، متدمره خالص. طيب ده احنا دلوقتي الفيديو اللي شفناه ده يا جماعه كان عن الزباله داخل بيرم سلطان، اكيد هنتكلم عنه، بس نرجع لموضوع الايجارات الاول علشان نخلص الجزئيه بتاعت غلو الايجارات، لان بقى ملحوظه جدا جدا من ناس كتير في مختلف الاماكن ومختلف البلاد، ان فجاه اصبح التجار اصحاب الملك بيزودوا في الأسعار جدا وفي الإيجارات على الناس، وده مش في المقدرة المعيشية المتاحة حاليا. نرجع لموضوع الإيجارات. طيب يعني أنت حاولت بكل الطرق، طب الكلام ده على محلات ولا على الشقق بس وعلى كله؟ على محل وشقق، محلات وشقق. كله غلي. كله. المحل عندنا بيبتدي من 6000 جنيه لحد 12000 جنيه. طب انا يعني ايه السبب؟ ايه السبب او من وجهه نظرك كمواطن جوه بيرم سلطان، ايه خلى الاسعار غليت عندكم؟ ايه اللي جد عندكم علشان تغلي الاسعار كده؟ ما نعرفش. التجار عندنا متفقين مع بعض في يوم وليله ان الحاجه كلها تبقى نار. دي اتفاقيات يعني داخليه ما بينهم وصحابات الملك مع بعضيهم. طب وانت يا محمود قول لي، عندك اللي كان معاه عماره بقى معاه 2 و3 و10 النهارده، يعني اللي كان باني عماره النهارده بقى معاه 10 و12 عمارة. يعني قصدك تقول يعني ربنا زادهم، فلما ربنا زادهم زودوا على الناس؟ مش ربنا زادهم منهم هم، ده من الناس. من غلا على الناس. من الغلا على الناس. يعني بقى كان عنده عمارة زي برج أو عمارة بيأجر الشقة مثلا، الدور بيبنيه على 3 شقق. تمام. شوفي بقى 3 شقق على مثلا 14 دور، هتلمي من كل شقة قول 1000 جنيه. يعني كل التجار يا محمود كلهم متفقين على نفس المبدا ان هم غلوا مره واحده مع بعض؟ هو ده سيستم وبيلعبوا بيه. كله كلام واحد. يعني حضرتك هم ايه يعني، ده مثلا ب 1000، لو في ب 400 لما انا اسكن عند ب 400، لكن لا، ده هو الاتفاق كل واحد هنا ب 1000 وهنا ب 1000. يعني معنى كده ان هم عاملين فريق مع بعض، اللي هو انا هغلي فانت هتغلي وانت هتغلي وانت هتغلي عشان نعلى كلنا مع بعض. بس طبعا ده عندنا هم عاملين كافيه، عاملين كافيه لنفسهم وربنا، بيقعدوا عليه. كافيه لنفسهم يقعدوا عليه، مالهمش دعوه. هو اهم حاجه عنده البرج 10 ادوار 15 دور في 50 60 شقه، بيلم بالمحلات بكله، بيلم 100000 جنيه كل شهر، مالوش دعوه. ميه مسروقه وكهرباء مسروق ومخالف، كل حاجه فيه مخالفه. احنا اكتر منطقه التصلحات فيها عندنا قليله، مش تصلحات عندنا قليله. ان احنا اللي عندنا الناس المتعديه على اراضي ملك الدوله كتير. ومبني ابراج كتير على ارض ملك الدوله، ومحدش يدخل عندنا، ومع ذلك مغليين الاسعار ومفيش مشكله. عليا النعمه واقسم لك بالله اني مشتري بيت 100 متر بناه على 150 متر و200 متر، يعني انت بنيت على ارض ملك الدوله. يعني معنى كده تقصد تقول ان كم كبير، مش هنقول كله طبعا مراعاه لان انا ما اعرفش مين عمل بذمه ومين مش باني بذمه، لكن اقدر اقول ان كم كبير بانيين على ارض مخالف كتير، ومع ذلك زائد المخالفه هو كمان بيغلي الاسعار على الناس. يعني مخالفه وبلا رحمه. طب ازاي؟ طيب عملت محاولات وما قدرتش ان انت توصل لاي حاجه. بقول لك انا محاولات ان انا ممكن اتقتل، والبير كلها عارفه حسين ممكن يتقتل من العرب بسبب ان هو متمنع عن الايجار، متمنع ان هو يدفع له ايجار خالص. بقالي 9 شهور مش هدفع له ايجار، وهدفعه لحكومتي لحد ما قانن المحل، ان هو المحل مش على ارضهم، ده على ارض ملك الدوله. طيب فكرت ان انت فعلا رحت؟ طب ما رحتش ليه وعملت فكره ان انت عايز تقنن؟ بنجري.
يعني خدت خطوة. خدت خطوة. طيب قول لي دي حاجة إيجابية. كويس كويس جدا يا أستاذ حسين، يعني أنت دلوقتي عملت خطوة إيجابية في إن أنت اتجهت ورحت وقلت أنا عايز أقنن، ده حلو جدا. يبقى دي الحرب الشريفة، بمعنى أنت راجل عايز تمشي قانوني وعايز تتبع نظام بلدك وتتبع قانون بلدك وتتبع شرطة بلدك وتتبع احترام حكومة بلدك، في ان انت بتروح تقول انا عايز اقنن انا عايز التزم، فدي حاجة كويسة جدا. دي الحرب الشريفة، بمعنى ان انت واحد عايز تمشي صح في النور وتخلي اللي بيظلمك بدل ما يحصل مناغشات ومشاكل مع بعض، لا انا هروح لحكومتي وهقنن وهمشي صح مع الحكومة وانت تصرف مع الحكومة، مش ده اللي انت تقصده؟ ودي حاجة كويسة جدا جدا وفكر صح. المشكلة يعني الموضوع ان احنا نحله بعقلانية، مش ان احنا نعمل مشاكل مع بعض، مش ان احنا نعمل خلافات وتوصل لحاجات كتير بنشوفها مهازل مش كويسة. انت ممكن تتجه صح، بس تتجه اتجاهك القانوني، تلجأ لحكومتك والبلدك والجيشك والشرطتك وحكومتك اللي هي هتحميك اكيد ايا كان اللي واقف قصادك ايه. في الاخر مش هينتصر غير الحق. يعني هنطلع فاصل. اولا بشكرك يا محمود، نورتني وشرفتني، واتمنى اتمنى لما اشوفك تاني تقول لي ان في حاجه ايجابيه شفتها في بير ام سلطان فرحتك كشاب، وان انت عارف تبدا خطوه صح في حياتك هناك باذن الله. شرفتني ونورتني في الاستوديو. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل وهنرجع في الفقره الثانيه وهنتكلم عن حاجات كلها هامه وهادفه، انتظرونا ولكن بعد الفاصل.